غمرة فرح الأعياد المباركة، عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة. عم نحتفل بهالعيد، نحتفل من خلال الترانيم، جوقة ناريغاتسي وفنانين من دمشق أتوا لحتى يعزفوا بهالأمسية. رح نتمنى كمان ونصلي لله تعالى أنه يحل السلام ويشيل ويزيل الوباء والغلاء والبلاء عن هذا البلد. نحن اليوم في أجواء الميلاد نقول هللويا، مبارك ولد المسيح، هللويا. فنشكر ربنا على هذه النعمة التي أعطيت لنا، نعمة الفرح، كما المجوس عندما دخلوا إلى بيت لحم، إلى يسوع، بيت يسوع، يقول لنا عندما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. ونحن اليوم مع الرعاة نسمع صوت هذا الصوت الملائكي، فنقول فيقولون لنا افرحوا، اليوم ولد لكم مخلص. هذا المخلص ليس لنا فقط ولكن للعالم أجمع. جوقة ناريغاتسي تقدم اليوم أمسية غنائية في هذه الأيام المجيدة والمباركة. طبعا نحن في كنيسة فرحات، هذه الكنيسة العريقة التي دمرت من قبل الإرهاب الظالم، واليوم يعود لها ألقها. كثير بهمني الفن والموسيقى لأنه يعطي طاقة إيجابي للناس ويعطي الفرح بالقلب، والموسيقى كتير مهم عشان نحمل الصعوبة تبع الحياة. أمسية عن ميلاد المسيح وأعياد الميلاد بشكل عام، والأعمال اللي قدمناها اليوم هي كريسمس أوراتوريو للمؤلف باخ مثل ما ذكرت، والعمل بيتضمن أجزاء مختلفة. حبينا نعمل عمل من أجواء الميلاد، أجواء كلاسيكية للمؤلف العالمي باخ. رح نقدم عمل أوراتوريو باخ بمشاركة أوركسترا دمشق، يعني اليوم في تشارك بين ناريغاتسي حلب مع أوركسترا دمشق. حبينا نقدم أمسية ميلادية بتحمل قسم هو أوراتوريو باخ وقسم هو الكريسماس كارولز. تفاعل الناس كان كثير حلو معنا، خاصة بعد انقطاع تقريبا سنة. إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة للناس، وميلاد مجيد على الكل.